من جديد، مسؤولون أمريكيون يحذرون أنقرة من مغبة القيام بأي أعمال عسكرية ضد مناطق شمال وشرق سوريا. تحذيرات كثيرة تحت طائلة العقوبات يطلقها مسؤولون أمريكيون بالآونة الأخيرة، يحذرون من خلالها أنقرة من مغبة التعرض لقوات سوريا الديمقراطية التي حاربت ولا تزال جنبا إلى جنب مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وهزمت تنظيم داعش الإرهابي في شمال وشرق سوريا. الوعيد الأمريكي جاء هذه المرة من ريتش أوتزين، كبير مستشاري العمليات في سوريا لدى وزارة الخارجية الأمريكية، خلال ندوة في واشنطن حول التحديات التي تواجه التعاون التركي الأمريكي في سوريا. وجه فيها العقيد المتقاعد عدة رسائل تحذيرية مبطنة إلى أنقرة، وعبر أوتزين عن اعتقاده بأن على أنقرة عدم التفكير بتنفيذ أي عملية عسكرية واسعة النطاق من جانب واحد على شمال وشرق سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية. وأضاف المستشار الأمريكي أنه في حال تم تطبيق ما يعرف بالمنطقة الآمنة شمال سوريا بشكل صحيح، فأنه حينها يمكن إبعاد السلاح الثقيل عن الحدود، وقال أن المنطقة الآمنة يمكن أن تحل جميع المشاكل. واعتبر المسؤول الأمريكي علاقة الولايات المتحدة مع قوات سوريا الديمقراطية بالأنجح على الإطلاق في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. والمنطقة الآمنة كانت اقتراحا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا ترفضه الإدارة الذاتية في شمال سوريا، شريطة أن تكون هذه المنطقة برعاية أممية إلى جانب حظر جوي يحمي المدنيين. حول هذا الموضوع معنا الآن من الشمال السوري جميل رشيد، كاتب وإعلامي. أستاذ جميل، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا في حديث اليوم. من جديد، واشنطن تعود وتحذر أنقرة من مغبة القيام بأي أعمال عسكرية في مناطق شمال وشرق سوريا، ما الذي تلمسونه من ذلك؟ نعم، هذه ليست هي المرة الأولى التي يتحدث فيها المسؤولون الأمريكيون ويحذرون فيها تركيا من مغبة شن أي هجوم على مناطق شمال شرق سوريا. وأعتقد أن هذا التكرار الذي يسبق الزيارة المرتقبة لأردوغان لواشنطن لها دلالات ومعانيها في ردع تركيا عن أي عملية قد تشنها على مناطق شمال شرق سوريا. طيب، بالمقابل كان هناك تصريح مفاجئ للمبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، يقول فيه أن أمريكا تعمل مع تركيا حول إنشاء منطقة آمنة في سوريا. هل هناك أي اتفاق في الأفق بين الجانبين حول هذا الموضوع برأيكم، أم أن الأمور لن تنضج بعد؟ أعتقد أن هذه الرسالة الأمريكية في الوقت الراهن هي في اتجاهين، هي يعني موجهة إلى تركيا، ولكن من جانب آخر هي موجهة إلى روسيا التي تعتبر هي المحرك الأساسي والرئيس لتركيا ولتفعيل الدولة التركية في سوريا. ما يحصل الآن في مناطق الشهداء وفي إدلب وفي كافة المناطق التي تحتلها تركيا إنما تأتي بأوامر وإعازات مباشرة من روسيا بالدرجة الأولى. لكن أعتقد أن الأمور في سوريا تتجه إلى الحسم النهائي و يعني تقليص، يعني يمكن أن يقال تقليص نفوذ الدول الإقليمية وكذلك روسيا التي ربطت هي بالأحرى يعني دورها وفعالياتها في الساحة السورية بكل من سوريا وإيران إلى حد ما، رغم أن هناك ضغوطات نوعا ما تمارس على روسيا من الجانب الأمريكي ومن الدول الغربية بشكل عام للحد من نفوذ كلا الدولتين. وأعتقد أن الأيام القادمة يعني ستشهد تغيرات في موازين القوى وفي وفرض ترتيبات أمنية وعسكرية جديدة، يعني قد لا تكون في 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 الصالح الروسي والتركي بنوع بشكل او باخر. يعني التحذير نعم. الامريكي، نعم تفضل استاذ جميل.
التحذير الأمريكي يأتي في هذا السياق ولا يمكن فصله عن التطورات الأخرى الجارية في سوريا. من المعلوم يعني أن قوى سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال الشرق سوريا أثبتت جدارتها في محاربة الإرهاب وكانت جادة في ذلك، على العكس تماما من القوى الأخرى التي استثمرت نوعا ما في وإلى حد بعيد في هذا الإرهاب وآوت تلك المجموعات الإرهابية ودعمتها ومولتها. وما يحصل الآن في ليبيا في هذه الأوقات لا يمكن فصله بتاتا عن محاولات تركية لإعادة تنشيط هذه التنظيمات الإرهابية وخلق بؤر جديدة للتوتر في المنطقة. وأعتقد هناك نية جادة لدى التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا وقوى سوريا الديمقراطية باستئصال شأفة الإرهاب يعني من الساحة السورية، وهذا بالضرورة يحكم على يعني التحالف الدولي وعلى أمريكا تحديدا بأن تحد من نفوذ وتمادي القوى التي تقف وراء هذا الإرهاب وأولها تركيا. طيب اليوم يعني لافروف عاد وطالب النظام السوري بضرورة تفعيل الحوار مع الكرد في شمال وشرق سوريا وحل مشكلة شرق الفرات مع مراعاة ما تتكلم عنه تركيا حيال المخاطر الأمنية التي تأتيها من هذه المنطقة على حد زعمها. وفي الوقت نفسه قبل أيام كان هناك تصريح لبدران تشياكورد المستشار السابق للإدارة الذاتية يقول فيه بأن روسيا هي من عطلت بالأساس المفاوضات بينهم وبين دمشق. نعم يعني بداية يعني يجب التذكير بأن قرار الرئيس الأمريكي الذي أصدره في تاريخ 19 كانون الأول ديسمبر الماضي بسحب قواته من سوريا يعني قد لقى ردود فعل متباينة وكانت رافضة على الأغلب خاصة من قبل المسؤولين يعني في الأمريكيين من الكونغرس. و تداعيات هذا القرار الذي أودى باستقالة وزير الدفاع ومبعوث الرئيس الخاص للتحالف الدولي بريت ماكورد وما إلى هنالك من يعني تفاعلات وردود أفعال التي صدرت عن هذا القرار. يعني أعتقد أن يعني كان هناك لفتة أو رأي هام جدا في تلك الفترة لروبرت فورد السفير الأمريكي السابق لدى دمشق، قال فيه يعني أن دمشق أضاعت فرصة تاريخية وثمينة من يدها بعدم يعني تصالحها أو حوارها تفاوضها مع الإدارة الذاتية في شمال الشرق السورية. وحسب ما يعني بالتأكيد السيد بدران تشياكورد أن فعلا روسيا كانت هي المعرقل للتوصل إلى هكذا اتفاق. وأعتقد أن يعني العودة إلى مجددا الى التفاوض والحوار ربما يكون يعني تكون هناك صعوبه نوعا ما في ظل موازين القوى الراهنه في الوقت الراهن لسبب يعني وجيه، وهو ان يعني النظام بات محاطا بجمله من او بعدد من القوى التي يعني تسيطر على قراره نوعا ما. لكن كل السوريون يتأملون أن ينطلق هكذا حوار بين دمشق وبين الإدارة الذاتية ويتم التوصل فيه إلى حلول واقعية تكون يعني بداية لحل الأزمة السورية بشكل عام. لكن هناك أيضا اشتراطات دخلت على هذا المسار، أولها يعني خروج تركيا والقوى الأجنبية من المناطق التي احتلتها في شمال سوريا وخاصة عفرين. هذه يعني ستكون على أول أجندات الحوار مع دمشق، وهناك تساؤلات بذات الوقت هل دمشق قادرة على أن تكون ضاغطة أو لديها ضمانات لإخراج القوات التركية المحتلة من كامل المناطق الشمال السوري يعني إن كان عفرين ولا الباب ولا أعزاز وحتى أدلب نوعا ما. أعتقد أن هذه أيضا مرهونة بتوافقات دولية بين القوى العظمى الفاعلة في الساحة السورية.
كي نبقى بموضوع المنطقة الآمنة وما يثار الحديث حولها أستاذ جميل، برأيكم إلى أي درجة إلى حتى هذه اللحظة هناك اختلاف في وجهات النظر في رؤية كل منهما بالنسبة لواشنطن وأنقرة حول من سيشرف على هذه المنطقة وكيف ستكون؟ نعم، يعني بداية يجب تسميد هذه الفكرة الأساسية. يعني المنطقة الآمنة يعني بمفهومها العام هي ليست منطقة عازلة، وهي ليست منطقة يعني محتلة، هي منطقة تحمي يعني شعب أو مجموعة بشرية ما من تهديدات قد تأتيها من الخارج أو من الداخل نوعا ما. يعني ما يمكن قوله في هذا الصدد أن المنطقة الآمنة هي بالأساس تشكلت لحماية أهالي شمال شرق سوريا من التهديدات التركية. هذه يجب أن يعني أن نثبتها وتعتبر من المسلمات التي لا يمكن النقاش حولها. يبدو أن الرأي العام الدولي والقوى الفاعلة في الأزمة السورية توصلت إلى قناعة أنه فعلا هذه المنطقة، منطقة يعني شرق الفرات عموما، هي معرضة لنوع من الاحتلال من قبل الأتراك. أيضا أن يعني مصالح هذه الدول يعني تقتضي بأن تكون هذه المنطقة في حالة استقرار مثل ما تعيشها الآن، وأن تحافظ على وأن تسير بوتيرة يعني مثل ما يقال عليا لإعادة إعمار ما هدمه الإرهاب. المنطقة الآمنة بمفهومها الجغرافي والأمني والسياسي هي بالضرورة لحماية هذه المنطقة من التهديدات التركية. وأعتقد أن التصور التركي للمنطقة الآمنة بأنها هي سوف تكون المشرفة ينسف مفهوم المنطقة الآمنة بالدرجة الأولى، وهذا ما استدعى لأن تتدخل القوى الكبرى وخاصة أمريكا لتضع خارطة الطريق، رغم أنها لم تتبلور إلى الآن عن هذه المنطقة الآمنة. أعتقد أنها سوف تكون يعني شبيهة بمنطقة جنوب لبنان أو منطقة الجولان السوري، قوات فصل دولية أو قوات من دول التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب يعني بعمق معين تحافظ على هذه المناطق. أيضا أن يعني كبير أحد الخبراء الاستراتيجيين الأمريكان أعتقد أنه مايكل روبن طرح مفهوم المنطقة الآمنة بشكل مغاير، طرح تصورا بأن تكون المنطقة الآمنة ضمن المناطق التركية وليس ضمن المناطق السورية. بمعنى يعني هكذا أعتقد أنه سوف يكون الأصح والأصوب، لأن هذه المنطقة تتعرض للتهديد من قبل تركيا وليست الأراضي التركية هي المعرضة للتهديدات بذريعة الأمن القومي وما إلى ذلك ما سوقته له تركيا من أكاذيب. طيب دعني أسألك سؤال أخير في هذا السياق أستاذ جميل، عندما تقول واشنطن بأن السلاح الثقيل سيسحب من المنطقة الآمنة في حال الاتفاق عليها، إلى أي مدى يعتبر ذلك برأيكم قد ينفي يعني الدوافع أنقرة لشن الهجوم المسلح على هذه المنطقة؟ إلى أي مدى هذا الشرط من خلال سحب السلاح الثقيل من هذه المنطقة يفند ادعاءات أنقرة التي ستشن العمل العسكري على هذه المنطقة برأيكم؟ هل ذلك كافي بالنسبة لأنقرة؟ أعتقد أن هذا التصريح يعني هو لغرض معين، وهو لغسل عار وجه تركيا أو لطمأنتها نوعا ما من الأكاذيب التي سوقتها والتي تبثها في الإعلام بين الفينة والأخرى بأن أمنها القومي مهدد وأنها يجب عليها أن تحافظ على أمنها القومي. يعني سلاح الثقيل، لا يوجد هناك سلاح ثقيل في هذه المنطقة، وبالضرورة إن تم هناك انتشار لقوات دولية يعني من المنطقي أن لا يكون هناك أي سلاح ثقيل ينتشر في المنطقة الآمنة، وإلا لا يمكن أن نسميها منطقة آمنة إن كان هناك سلاح ثقيل منتشر في هذه المنطقة.
شكرا جزيلا لكم على كل هذه الإيضاحات. في الحقيقة وصلنا لنهاية الوقت المخصص لهذا المحور. الأستاذ جميل رشيد كاتب وإعلامي حدثنا من الشمال السوري. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، وإلى ملفنا الثاني من النقاش.